الحشات تلذع والعين حتى الحشر لا تهجع. لا تعذلونا لا لا تعذلونا هنا كربلاء في دمنا والنحر والمصرع وخيمة. مع إطلالة كل عام هجري ومع بداية محرم الحرام يطل علينا مصابا جللا يتحفنا بالكثير من الدروس والعبر، وقريتنا مثل غيرها تبرز بشكل يضلله الحزن والأسى بمصاب الإمام الحسين عليه السلام. لا تعذلونا هاهنا كربلاء في دمنا والنحر والمصرع. المآتم الحسينية ضرورية لتوعية الناس بنهضة أبي عبد الله والفكر الحسيني وما هو إقبال الناس على المآتم في القرية إلا دليل للولاء الحسيني الذي يتمتع به شباب القرية. فتميز هذا العام كغيره من الأعوام بمعدل حضور متميز جداً وخصوصا في الفترة المسائية، ويعود سبب هذا التميز في الحضور إلى الوعي الذي يتميز به شباب القرية. اطلف بعيوني وبجفني تنامي الأحزان، نتعلم من هذا المنبر نصنع ثورة على الطغيان. إن الهدف من إقامة الشعائر الحسينية هو التذكير بالقيم والمبادئ السامية التي قدمها لنا الحسين لنتخذها لنا عبرة تنير لنا طريقنا في الحياة. وتمارس هذه الشعائر في القرية يوميا في عشرة محرم، وتجذب لها الكثير من شباب القرية الذين يعبرون فيها عن شعورهم بالفاجعة والمصيبة على فقد الإمام الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحقيقة الشعور اللي وجدته هنا بقرية دار الشيخ يعني لا يعد ولا يذكر، لأنه ما شاء الله الشعائر قائمة والشباب كله مهمة وعزيمة لنصرة سيد الشهداء سلام الله عليه. وأنا من الوقت اللي أنا فخور أن أكون بين يدين هذه القرية حقيقة، لأنه هذه القرية مفخرة إن شاء الله لخدمة سيد الشهداء. إن الشعائر الحسينية لا تقتصر على الكبار في القرية فقط، فأشبال القرية كانت لهم طريقتهم الخاصة في التعبير عن ولائهم الحسيني، وذلك من خلال عزاء الأشبال الذي يبرزونهم كذلك حبهم وشدة ولائهم للحسين من خلاله. وما هي هذه الشعيرة إلا بذرة حب لآل البيت تغرس في نفوس هذه الأشبال. ومن هذا المنطلق يستوجب علينا الاهتمام ومواصلة التوجيه والإرشاد لهذه الفئة العمرية. يلطم الصدر وخاب الذي على حسين الله لا يجزع، ونملأ الأرض دموعا ولا بغير ذا نرضى ولا نقنع، ونقطع الدرب إليه ولو
إن من أهم وسائل التعبير عن حب الحسين هي تقديم الطعام إلى الحاضرين في مجالسه، والهدف من تقديم هذه الوجبات هو التبريك بالإمام الحسين وخدمة حاضري مجالسه. وتتميز القرية بهذا العمل الولائي، وذلك عبر المآتم في القرية والتي تسعى لتقديم كل ما لديها لخدمة المستمعين، مثل تقديم وجبات العشاء أو تقديم الوجبات عبر مضيف المأتم. ملتزمين بهاي الخدمة، بس هالخدمة تعلي الشان، وحسين يرفع خدامه ويخلي الخادم سلطان في حياتي أو مماتي، ويلهفة الماشي. وينك يا عباس؟ وينك يا عباس؟ جف الحقد لما نوصل خبر حسين، وينك يا عباس؟ صوت العقيلة وهذا صوت الجفين، وينك يا عباس؟ استمع صوت الثغر كل العجب راح.